المقاومة اليمنية المشتركة تكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بجبهة الحديدة وتواصل عمليات التمشيط بمحيط التحيتة وزبيد. برلين تحذر من خطورة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على الشركات الألمانية. ولافروف ينهي مباحثاته في إسرائيل، ونتنياهو يرفض مقترحا روسيا بإبعاد الميليشيات الإيرانية 100 كيلومتر من الجولان. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس الإعلام، أهلا بكم. قتل 19 عنصرا من ميليشيات الحوثي في قصف للمقاتلات التحالف العربي استهدف تعزيزات عسكرية لهم في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة. وتواصل قوات المقاومة المشتركة تمشيط القرى والمزارع الواقعة شرقي مديرية تحيتة غرب مدينة زبيد في الساحل الغربي لليمن. وتأتي عمليات التمشيط ضمن الاستعدادات المكثفة لتحرير مدينة زبيد من ميليشيات الحوثي. إلى الشبكات الألمانية، حيث حذرت الاستخبارات الألمانية من خطورة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على الشركات الألمانية ومؤسساتها البحثية. وأشارت الاستخبارات في تقريرها السنوي إلى أنها سجلت هجمات إلكترونية ضد أهداف ألمانية العام الماضي شبيهة بتلك التي وقعت عام 2014، مع احتمال أن يكون مصدرها إيران. إلى الملف السوري، حيث أفاد مراسلنا نقلا عن مصدر إسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية عرضت معلومات ووثائق على الوفد الروسي تثبت استغلال إيران للوجود الروسي في سوريا من أجل تعزيز وبناء قواعد عسكرية إيرانية على مسافات قريبة من الحدود مع إسرائيل. وقالت مصادر إن الموقف الإسرائيلي عرض على الوفد الروسي بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية. نشرتنا مستمرة وفيها بعض فاصل قصير. الحكومة العراقية تعلن عن إجراءات جديدة كحلول عاجلة لتحسين الوضع العام في محافظة البصرة. أهلا بكم من جديد. أعلنت خلية الأزمة في الحكومة العراقية حزمة إجراءات جديدة كحلول عاجلة لتحسين الوضع العام في محافظة البصرة. تأتي هذه الإجراءات بعد احتجاجات شعبية مستمرة وارتفاع أصوات المطالبين بإعلان محافظة البصرة إقليما مستقلا. أفادت وسائل إعلام بمقتل أكثر من 60 شخصا نتيجة حرائق نشبت في منطقة الغابات شرق أثينا. وأعلنت مصادر نقلا عن شهود وجود عدد آخر من القتلى في منتجع يبعد أمتارا من أحد الشواطئ الذي فر إليه مئات الأشخاص للنجاة من الحريق. في الختام تذكير بأهم العناوين. المقاومة اليمنية المشتركة تكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بجبهة الحديدة وتواصل عمليات التمشيط بمحيط التحيتة وزبيد. وبرلين تحذر من خطورة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على الشركات الألمانية. إلى لافروف الذي أنهى مباحثاته في إسرائيل، ونتنياهو يرفض مقترحا روسيا بإبعاد الميليشيات الإيرانية 100 كيلومتر من الجولان. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv. إلى اللقاء.